طبعا هذا من الكوبرات الكبيرة العربية، طبعا موجود السم. التجربة هنا والسؤال هو كيف سنخرج سم الكوبرا من داخل الكوبرا؟ طبعا هذا عرض حي للكوبرا يقدمه فيصل الله يستر. متوجه إلي، متوجه للمصور عدل. طالعها دريكة يا عبد، دريكة طول الوقت. خليك حذر. الان بيحاولوا يخلوها انها يعني تفرش الفرشه حقت الراس، تعرف رسمه الراس، ان هي تعملها في حاله الخطر، لو حست بالخطر تنفخ نفسها لاخافه الاعداء. احنا بنحاول نصور لكم اياها. يا حبيبي هذه متوجهة علي على طول، وهذه هي الكوبرا العربية، وهذه طريقة الرقبة حقتها لما تسوي كده، أنا هي بتحاول ترعب أو بتخوف الأعداء، يبان حجمها أكبر من العدو، تكبر نفسها. الآن حيتم إنزال الكوبرا الثانية، لونها أسود طبعا، هي نفسها كوبرا، وهذه الكوبرا الثانية. هذا اللون الثاني للكوبرا، لاحظوا الكوبرا العربية بأحجامها الكبيرة، هذه هي. طبعا الآن هنحاول نستخرج منها سم، نستخدم البالونة بهذه الطريقة يطلع منها السم. نبقى هو قريبة شباب. اوكي من مرة كان كويس كده، قدم ولا تأخر. خلاص ابدأ. بسم الله حطت. ايوه طبعا هي تشد على عضلاتها الان زي ما انتم شايفين، وتفرغ السم. لو تلاحظوا السم كيف كل ما تشد عضلاتها كل ما تفرغ سم اكثر. طبعا كل ما تعض اكثر كل ما تفرغ سم.
ورينا السم اللي في الكاسة كيف صار. طبعا شوفوا كمية السم اللي نزلت، كمية كبيرة، هي الآن ماسكة ما تبغى تفك. شايفين كمية السم؟ طبعا القطرات القليلة هذه كفيلة انها تقتل انسان.